العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أزهرت عجلون جميلة الجميلات لزوارها من الإخوة الطلبة الجدد من ماليزيا، وأهل أيضا من روسيا. وأرحب بكم جميعا في عجلون وبهذا الصرح القرآني جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يهدينا دائما إلى أن نكون من أهل الخير، من أهل القرآن، من أصدقاء أهل القرآن، لنكون جميعا بإذن الله عز وجل دائما وأبدا مع القرآن ومع أهله ومن أهل الله وخاصته. وخير ما تفتح به المجالس وتعطف بكتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن الكريم يبدو علينا ما تيسر على الطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. وما أجملها الوصية، وصية لقمان الحكيم للوالدين. الله سبحانه وتعالى قال وللوالدين إحسانا، وحرف الجر يفيد الالتصاق. الأصل في الإنسان أن يحافظ على صحبة الأبرار وأولاهم، يعني بالدنيا الوالدين، لابد من الالتصاق بالوالدين والعمل على برهما. وهذه يعني من نصائح يعني سيدنا لقمان. وأي عمل صالح بإذن الله عز وجل الله يكتبه ويسجله ويوصيه ويجزي به. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن شاء الله جميعا أنتم يعني من أهل الخير ومن أهل المعروف، ونسأل الله أن نكون جميعا يعني بارين
أهالينا و يعني قاضي بهذا الإسلام العظيم كلمة الآن لأخينا الدكتور حسان ربابعة رئيس جمعية المحافظة على القرآن. طبعا هنا بنرحب بالشيخ خالد مدير فرع مقرأ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه كل خير. لكن آخر الدكتور كلمة من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأعنا على غض البصر وحفظ اللسان يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. إخوتي الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم هذه الجباه الطيبة الطاهرة عن النار يا رب العالمين. باسمكم جميعا في البداية نرحب بأخ نحبه جميعا في عجلون، اسمه خالد دحديان بني خالد، فأهلا وسهلا به وبإخوانه أهل القرآن الذين هم أهل القرآن وخاصة. فأهلا وسهلا بكم جميعا في عجلون، جمعية المحافظة على القرآن الكريم في عجلون، جمعية رائدة في العمل القرآني، فيتبع لهذه الجمعية المباركة 20 فرعا 20 مركزا وثلاث أندية طفل، ورواد هذه الجمعية المباركة أكثر من 3000 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية. لدينا إنجازات كثيرة جدا لا يتسع المجال لذكرها، من أبرزها في عام 2022 من فضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 40 حافظ وحافظة في عجلون من فضل الله سبحانه وتعالى بهذا الحفظ كامل، وهنالك أيضا حفظ من مستويات مختلفة أيضا إضافة إلى الدروس القرآنية وأيضا كذلك المحاضرات الدعوية. ونحن اليوم سعداء باستقبال ثلة من شباب الإسلام من ماليزيا الذين اختاروا هذا الطريق، طريق القرآن الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي تحفظونه جميعا: خيركم ممتازين، خيركم من تعلم القرآن وعلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في موضع آخر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فأنتم أمة الخيرية وأنتم خير الناس، وهذا المجلس خير المجالس وأفضل المجالس. أهلا وسهلا بكم، وبارك الله فيكم في فرع عجلون. باسم إدارة الفرع وباسم الجميع نرحب بكم في عجلون، وأهلا وسهلا بكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله خيرا الدكتور حسان ربابعة رئيس فرع عجلون على هذه الكلمة الطيبة. ونحن نذكر هنا أننا جميعا في صلواتنا باستمرار نقرأ ونردد: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط، كلمة الصراط لم ترد في القرآن الكريم معرفة بأن التعريف إلا في سورة الفاتحة. ونحن نقول اهدنا الصراط، والله سبحانه وتعالى وصفه بالمستقيم. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط المستقيم. وأنا يعني سررت لما يعني سمعت إنه الإخوة الطلاب جميعا اختاروا تخصص الشريعة على الأغلب، وأنا مش متأكد يعني مدى يعني معرفتكم للغة العربية، يعني فاهمين نحكي أو لا؟ تمام. هذا من فضل الله علينا وعليكم، لأنه أهم شيء يعني إنه القلوب بإذن الله عز وجل إنها تكون يعني
ملتصقة ببعضها البعض وتفهم يعني اللغة، لغة أهل الإيمان بإذن الله عز وجل بالإشارة وليس فقط بالكلام. وأنتم يعني طلبتم علم الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله فيه خيرا يفقهه في الدين. وهناك فرق كبير بين الفهم والفقه. الفهم في ناس كثير تفهم من وجهة نظر الناس، لكن الفقهاء إن شاء الله تكونوا جميعا منهم. عشان هيك يعني احنا دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، نطلب هذه الهداية ونحاول قدر الإمكان إن نتعلم. وين بنتعلم؟ بصحبة الصالحين، ومن هؤلاء اللي بنحب يعني نسمع لهم أخونا الشيخ الأستاذ المربي الفاضل أستاذ الشريعة المشرف التربوي الأستاذ خالد القضاء، يحدثنا بما يفتح الله عليه في هذه المناسبة. وجزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في عجلون، وجزاكم الله خيرا وجزا الله القائمين على هذا النشاط خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجلسة في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. اللهم آمين. إخواني وأحبابي، الحديث عن القرآن الكريم حديث ذو شجون. القرآن ماذا نتكلم عنه؟ كلام الله سبحانه وتعالى. أفضل ما نتعلم عن القرآن ونتحدث عن القرآن ما حدثنا القرآن به عن نفسه، كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبدأ بمقدمة شيخ المفسرين الشهيد سيد قطب رحمه الله الذي كتب الظلال في السجن، وكان في مقدمة كتابه: إن الحياة في ظلال القرآن نعمة، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكي، رحمه الله. فمن أراد البركة ومن أراد السعادة في الدنيا وفي الآخرة فعليه بالقرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حقيقة إخواني نحن بحاجة إلى القرآن، لأن الحياة فيها من الهموم والمشاغل والمعوقات الكثير الكثير. فإذا كان الواحد منا أصابه هم أو غم أو ضيق فلجأ إلى القرآن الكريم، فقرأ ما تيسر له بكتاب الله سبحانه وتعالى انزح همه بإذن الله، لأن القرآن هو ذكر لله سبحانه وتعالى. والقرآن يحدثنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كل واحد منا يبحث عن التقوى، أليس كذلك؟ أين يجدها؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا طريق المتقين تبدأ من القرآن الكريم، ونحن بحاجة للتقوى، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة. فالذي يمنعنا من فعل المعاصي ومن فعل الذنوب والمنكرات سرا او علنا هو تقوى الله سبحانه وتعالى، لاننا نعلم ان الله سبحانه وتعالى يراقبنا ويطلع علينا ويسجل وتسجل الملائكه علينا افعالنا كامله. فلذلك المسلم المؤمن لديه رقابه ذاتيه وهي الخوف من الله، تقوى الله سبحانه وتعالى. القران الكريم ماذا نقول عنه؟ كما قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. انظروا اليوم إلى العالم كيف يعيش في جاهلية، بل جاهلية أشد من جاهلية العرب الأولى. طيب كيف، ما هو السبيل؟
إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم. الحياة التي نعيشها فيها كثير من الطرق المعوجة، لكن فيها طريق واحد مستقيم، وهو طريق القرآن الكريم. يهدي للتي هي أقوم، هذا في الدنيا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذا القرآن هدايته وخيره ليس فقط الدنيا، وإنما للدنيا والآخرة. انظروا عظمة القرآن الكريم. القرآن كلام الله. الله نزل أحسن الحديث. يا سلام، وكل كلام الله حسن وعظيم، لكن الله وصف كتابه بإيش؟ كتاب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. إيش عن مثاني؟ ما معنى مثاني؟ الفاتحة من أسمائها السبع المثاني، أي أنها تكرر في كل صلاة شيء. وكذلك القرآن كله، المؤمن له ورد من القرآن يومي. ما في يوم للمسلم بدون قرآن. إذا كان مر على الإنسان المسلم يوم بدون قرآن كأنه يوم ليس من عمره. ثم قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والله يا إخواني، الإنسان لا يشعر بطعم القرآن ولذته إلا إذا عاش على القرآن. ولذلك اليوم الذي يمضي بدون قرآن، حافظ القرآن وطالب القرآن الكريم، يصيبه ألم شديد، لأن ذلك اليوم مضى دون أن يقرأ من القرآن أو أن يحفظ أو أن يتدبر القرآن الكريم. قد يقول قائل: هذا الكلام العظيم الآن، لو واحد منا جاءته رسالة، وهذه الرسالة لها قدر عظيم ولها أو شهادة مثلا، لو حصل على شهادة معينة، ماذا يفعل بالشهادة؟ يحافظ عليها من التلف، من الضياع، أليس كذلك؟ القرآن الكريم إذا كان له هذا القدر العظيم، هل يمكن أن يزول؟ الله سبحانه وتعالى طمأننا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل هذه الآية معجزة، فيها عدة مؤكدات تؤكد أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ القرآن الكريم. فإذا أنا لا أخاف على القرآن، وإنما أخاف على من؟ على نفسي، من أن أقصر في حق القرآن الكريم. ماذا أفعل مع القرآن؟ القرآن قال لنا: ورتل القرآن ترتيلا. إذا أنا مطالب بأن أقرأ القرآن ليس قراءة عادية، وإنما قراءة مرتلة، قراءة مجودة، قراءة محسنة. القرآن ليس كلام بشر، القرآن ليس كلام صحيح، لا، كلام عظيم من رب عظيم. ولذلك أنا مطالب بأن أقرأ وأتلو القرآن الكريم تلاوة متميزة، وهي بالتجويد، وهي بالتجويد. ثم انظر إلى القرآن الكريم كيف يؤثر على قلب الإنسان المسلم، لأن قلب المؤمن إذا صلح قلب المؤمن، قلب الإنسان بشكل عام إذا صلح قلب الإنسان صلح سائر الجسد، أليس كذلك؟ إنما المؤمنون من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما معنى وجلت؟ خشعت وخافت وعادت إلى الله، وعادت إلى الله. وإذا انظروا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم، لكن هذا الإسلام بحاجة إلى له أعمال، هذه الأعمال ترفع درجة الإيمان عند المسلم. فكلما تزودت بطاعة الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح بما يرضي الله سبحانه وتعالى، زاد الإيمان، زاد. إذا الإيمان يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص. كيف يزيد؟ بطاعة الله، وينقص بعكس ذلك، يعني بمعصية الله والعياذ بالله. ولذلك إخواني الأحباب، القرآن يعني بقدر ما نتحدث عنه فنحن نقصره،
نعود إلى القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون، ماذا نسمي إن في اللغة العربية؟ درست النحو؟ توكيد، حرف توكيد، تمام؟ توكيد ونصب، يعني يفيد التوكيد. إن الذين يتلون، وكلمة يتلون تصنف في اللغة العربية بأنها فعل ماضي أم مضارع؟ فعل مضارع. وماذا يفيد المضارع؟ يفيد الاستمرارية والديمومة والتجدد. حسنا، إن الذين يتلون كتاب الله، أي كتاب؟ إنه القرآن، إنه القرآن الكريم. لاحظ أول عمل الآية ذكرت ما هو؟ يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أيها الإخوة، القرآن يعطينا يعني فلوس، ما علينا إلا أن نبالغ ونتعلق بالقرآن الكريم من الصباح حتى المساء. إذا كنت حافظا لكتاب الله اقرأ وأنت سائق في الباص، اقرأ وأنت تمشي، اقرأ وأنت ذاهب إلى المحاضرة، إذا وهكذا. وهذه نعمة عظيمة، إذا كنت تحفظ كتاب الله أو أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى فأنت في خير عظيم ونعمة عظيمة لا يشعر بها إلا صاحبه. لذلك تجد قارئ القرآن وحافظ القرآن دائما يردد بلسانه وقلبه كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، وهذا ما يفتقده الآخرون. ثم قال بنفس السورة: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم قال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. طيب، هل المقصود في هذه الآية بس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا. إذن كل من يقرأ القرآن ويؤمن بالقرآن ويتلو القرآن ويحفظ القرآن ويعلم القرآن يدخل في هذه الآية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. الاصطفاء، من الذي اصطفاك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهل بعد هذا الاصطفاء من قدر وشرف؟ لا، ليس بعد هذا الاصطفاء شرف أعلى من هذا الشرف. سيمر معنا بعد قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، وعلينا أيضا كل من آمن بالله. قال: وإنه لذكر لك، وإنه لذكر لك ولقومك. كم الآية؟ وسوف تسألون. هذه الآية فيها تكليف وفيها تشريف وفيها تكليف. فيها تشريف للإنسان أن الله سبحانه وتعالى المسلم آتاه القرآن الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك. من قومه؟ هل هم العرب فقط؟ لا، كل المؤمنين. لكن هذه الآية وضحت لنا مسؤولية، وهي وسوف تسألون. إذن أنا آمنت بكتاب الله، قرأت كتاب الله، حفظته، تعلمته، تدبرته، بعد ذلك علي مسؤولية وهي البلاغ والتعليم ونشر هذا القرآن الكريم بين الناس بالطريقة التي يستطيعها الإنسان المسلم. إذا حديث القرآن الكريم عن القرآن الكريم حديث عظيم واسع، أكتفي بهذه الآية، ودعونا ننتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على كلام البشر. من يحفظ الحديث؟ كفضل الله على خلقه. هل هناك مساواة بين الإنسان وبين الخالق جل وعلا؟ حاشا. طيب، كلام الله وهو القرآن الكريم فضله على كلام البشر كفضل الله سبحانه وتعالى العظيم على البشر. ثم تأتي المسؤولية الفردية والجماعية، وإحنا إن شاء الله بنكون من أهل هذا الحديث الذي ذكره أخونا الدكتور حسان أو أبو همام. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب، في هناك آية في القرآن الكريم بيّنت أن هذه الأمة هي خير أمة،
أي آية؟ قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب، هذه الآية بينت الخيرية العامة، أن كل أن كل من في هذه الأمة، الأمة الإسلامية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي خير أمة على وجه على الإطلاق، خيرية عامة. طيب، هناك خيرية خاصة، وهي من هم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا كل مسلم يدخل في الخيرية العامة، ولكن مش كل مسلم، ليس كل مسلم يدخل في الخيرية خاصة. من طبق هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه لحظة عملية اشترك، كما أنت تعلمت يجب أن تعلم هذا الخير الذي وصل إليك، لا تبقيه عندك، وإنما يجب عليك أن تنقله إلى آخرين، لأنه أنت كنت بحاجة إلى كتاب إلى القرآن، وغيرك محتاج إليه أيضا، فكن أنت وسيلة لنشر الخير ونشر القرآن الكريم وتعليمه كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا تعلمت القرآن، ما هو وصفك؟ وصفك النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. إذا أنت مرتبتك مع من؟ مع مين؟ مع الملائكة. يا سلام، ما شاء الله، مرتبة عالية، شرف عظيم أن تكون أن توصف بأنك مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذا كنت أنا ماهر في القرآن الكريم بقراءته وتطبيق أحكام تلاوته وتجويده تجويدا حسنا، هذا فضل عظيم. طيب، إذا لم أكن ماهرا خلاص راحت علي، ما في القرآن؟ لا. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، ما معنى يتتعتع؟ يعني يقرأه بصعوبة، يقرأ يخطئ يتعلم يقرأ يصحح، وهي عملية شاقة شديدة على النفس. التلميذ يتضايق أحيانا من شدة التصحيح للتلاوة، لكنه إذا احتسب هذا في سبيل الله فمرتبته عالية، له أجران. له ما هو الأجران؟ أجر التلاوة وأجر المشقة والمحاولة والتكرار. والحديث الذي يبين أيضا شرف الإنسان الذي يكون مع القرآن: إن لله أهلين من الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. يعني إيش معنى أهلين؟ اليوم بالمعنى المتداول، المسؤول، الوزير، الحاكم، له يعني مستشارين، مستشارين. تخيل أن تكون أنت مستشارا لوزير، وما شاء الله، مستشارا لحاكم أو لأكثر، ولله المثل الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، يعني الله له أهل خاصين مقربين من الله سبحانه وتعالى. يا سلام، ما هذا الشرف العظيم! إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ الصحابة يسألون. قال صلى الله عليه وسلم: هم أهل القرآن. هم من؟ طيب، يعني أهل القرآن، هل تكلف كثيرا؟ لا، ما بتكلف مال ولا بتكلف حاجة، فقط أن تكون مع القرآن، والقرآن بين أيدينا موجود الحمد لله ومنتشر. ما علينا إلا أن نكتنز الفرص الذهبية لنعيشها مع القرآن الكريم. قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. شو معنى خاصته؟ كما قلت، مستشارين مقربين إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لهم منزلة خاصة رفيعة عند رب العالمين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ضرب المثل: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. ما هي الإبل المعقلة؟ المربوطة مشدودة بحبل حتى لا تهرب. الإبل من طبيعتها أنها تحب أن تكون يعني حرة، فصاحب الإبل ماذا يفعل؟ يربطها بحبل. الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا انظر إلى إعجاز الكلام النبوي،
يضرب للصحابة مثلا من حياتهم، فيقول إن مثل صاحب القرآن يعني حافظ القرآن يعني متعلم القرآن يعني معلم القرآن كلها يعني تصح، كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها. إذا كل يوم نظر إلى الحبل هل هو مربوط أم محلول، تمام، أمسكها يعني إذا حافظ عليها، وإن أطلقها لها إذا تركها دون عناية ودون رعاية ربما ينحل الحبل وعقدة الحبل ثم تذهب. فنحن كذلك أهل القرآن علينا أن نتعاهد القرآن. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المعاصي وأكبرها أن يحفظ الإنسان المسلم القرآن ثم ينساه، فمن حفظ كتاب الله أو سورة منه أو أجزاء وجب عليه أن يحافظ عليها من النسيان. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل، اقرأ وارقى يعني اقرأ آية وارتفع درجة، اقرأ آية وارتفع درجة، كما كنت ترتل في الدنيا. يا سلام، اليوم لما نصحى استيقظ من النوم صباحا الفجر نصلي ثم نقرأ القرآن، تجد الواحد منا يستمتع استمتاع غير شيء غير طبيعي في هذه الساعة اللي نقضيها مع القرآن الكريم. يوم القيامة سترتل إن شاء الله، كلنا كذلك بإذن الله، قولوا إن شاء الله. فإن منزلتك عند أخي آية تقرأها، يعني العلماء قالوا درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، يعني 6236 درجة أو آية على العدد اللي معروف عندنا. وإذا أردت أن تقرأ القرآن فعليك أن تحسن صوتك. قال صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الحديث ما أجمله، ما أذن الله لشيء، أذن يعني استمع، تمام، ما أذن لنبي حسن الصوت. من هو النبي؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، يتغنى للقرآن يجهر به. إذن القرآن نزل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يستمع لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم التلاوة. ولذلك يعني هذه إذا كنت ترتل القرآن الله سبحانه وتعالى أيضا يستمع لتلاوته. حسن الصوت، وهذه ميزة، القرآن لا يهدى هديا ولا يقرأ قراءة عادية كقراءة أي كتاب أو أي صحيفة أو أي جريدة أو ما شابه ذلك، لا بد أن تميز القرآن الكريم بتلاوتك بتلاوة يعني مجودة. ويوم من الأيام مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في إحدى الليالي فاستمع لصحابي يقرأ القرآن ليلا، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكان ذا صوت جميل حسن، الله تعالى أعطاه موهبة صوته جميل. من هو أبو موسى الأشعري؟ ففي اليوم الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أبا موسى الأشعري، يقول له لقد رأيتني، لو رأيتني وأنا أستمع لتلاوتك البارحة، تمام، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ما شاء الله، ما شاء الله. الأخ اللي قرأ علينا اليوم وين اسمك؟ اسمك ما اسمك يعني؟ عثمان، لعلك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ما شاء الله، ما شاء الله، عثمان حكيم. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني كان صوته هذا يمدحه ولا يذمه، يمدحه. طيب إذا مدح رسول الله شيئا إذا هذا الفعل يعتبر إيش؟ بمثابة أمر أو ندب. لكن انظر ماذا قال أبو موسى الأشعري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو أخبرتني يعني لو أعرف أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا. يا سلام، يعني عنده مواهب لسه ما ظهر. يعني أبو موسى الأشعري لو كان يعرف أن الرسول بيسمع صلى الله عليه وسلم كان طلع عنده حبال صوتية فيها نغمات وفيها الأوتار الصوتية عنده ما شاء الله فيها نغمات غير اللي قرأها في الليل. وهذا يعني هذه دعوة لنا جميعا انه نحسن اصواتنا. طبعا
الصوت كنغمة ومهد من الله سبحانه وتعالى، لكن لا ليس سرا أن أقول لكم أن المسلم قارئ القرآن الكريم إذا أتقن أحكام التلاوة والتجويد وطبقها فإن صوته يكون حسنا بإذن الله. لا يمكن أن يظهر القرآن الكريم إلا بصوت حسن مهما كانت النغمة الموجودة عندي كنغمة. والله تعالى لا يحاسب على جمال صوته، وإنما يحاسبني على الجهد الذي بذلته لإتقان القرآن الكريم وتلاوته. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تخيل، هل تعرفون مكان الخريبة؟ تعرفون مكان الخريبة أو بيتا قديما مهجورا؟ ماذا يجد فيه؟ حجارة، أفاعي، ربما رجال الله أوساخ، أليس كذلك؟ البيت الذي القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن هو بمثابة هذا المكان البيت الخلف. من يسكن؟ لا أحد. فماذا تريد أن يكون قلبه عابرا بالقرآن؟ بإذن الله. طيب إخواني وأحبابي جميعا، حتى لا أطيل عليكم إن شاء الله، أختم حديثي ببعض الواجبات المطلوبة من المسلم تجاه القرآن الكريم. من المسلم حافظ الحافظ لكتاب الله والتالي لكتاب الله. بلا شك الأمر الأول الواجب الأول هو الإخلاص. الإخلاص مهما كنت يعني متفوقا وذكيا وبارعا ومتميزا، بدون الإخلاص لا شيء. الإخلاص بحيث يستوي عندك المدح وعدمه. مدحك الناس أو لم يمدحوا الأمر سيء. ثانيا التواضع. ما فائدة أن يكون حافظا لكتاب الله ومتكبرا والعياذ بالله؟ إذن التواضع. النصيحة، أن تقبل النصيحة وأن تقدم النصيحة. الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم. التخلق بأخلاق القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هاي الآية كتاب الله، ماذا تأمر لي؟ بأن أكون مع الصادقين، مش صادقا فقط، لا، بل أن أكون مع الصادقين، يعني صادق وأكثر. إذا القرآن مليء بالأخلاق، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ثم الحذر من العجب والحسد واحتقار الآخرين. إذا كنت أنا حافظ مش معنى الآخرين أنا صرت أحسن منهم، لا، يجب أن أكون متواضعا. تعظيم القرآن، لأن شرف الإنسان من علمه، وأشرف العلوم القرآن الكريم وما يتعلق به من علوم مختلفة. استشعار نعمة الله وفضل الله، ذلك الفضل من الله في سبأ وفي عطف، ذلك الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. إذن ربما أنا هيأت لي الأسباب فتعلمت كتاب الله وحفظت وقرأت، لكن غير ما أخذ فرصة، فهذا فضل من الله ولله. طيب المداومة على التلاوة والحفظ استمرار، فلا يمر عليك يوم دون القرآن. تحسين الصوت بالقرآن الكريم كما قلت، إكرام أهل القرآن وحملة القرآن وعلماء القرآن، التزام السكينة والبقاء. سمت حافظ القرآن وقارئ القرآن السكينة والبقاء، دائما يضرب به مثل في حسن الخلق، في حسن التعامل، الحرص على هداية القرآن. القرآن يأمرني بأوامر وفيه نواهي، لا يكتفى بمجرد الحفظ، لا، بل
الأعظم من ذلك هو الاهتداء بكلام الله، التأثر بالقرآن الكريم والتفاعل معه. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر لله ذكر الله، وإذا فيها تسبيح لله سبح الله، وإذا فيها ذكر للجنة سأل الله الجنة، وإذا فيها سجود سجد، وهكذا وهكذا. الطهارة واستقبال القبلة لا الأصل بالمسلم أن يكون دائما على طهر، على وضوء تام. فإذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم أن يكون طاهرا طهارة كاملة. ثم الحرص الشديد على التعلم ممن اشتهر بالإتقان، يعني إذا أردت أن تتعلم القرآن وتأخذ إجازة وسندا ابحث عن شيخ متقن معروف بإتقانه. ثم اختيار الأوقات الفاضلة، مش الأوقات اللي يكون فيها الإنسان يعني يريد النوم يعني نعسان أو متكاسل، لا، بل ابحث عن وقت تكون فيه نشيطا، لأن هذا القرآن بحاجة إلى وقت، يعني وقت ثمين عندك وليس وقت يعني ليس فيه نشيطا. ثم من أوجب الواجبات علينا كمسلمين مع القرآن الكريم تدبر معاني القرآن الكريم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا نحن ليتدبروا يتدبروا آياته. وأختصر أخيرا أنهي بكلامي كما ذكر الدكتور صلاح الخالد رحمه الله، قال: هناك ثلاثة أوراد يومية المسلم مع القرآن الكريم. يعني المسلم بشكل طبيعي بشكل عام لازم يكون له ثلاث أنواع من الورد مع القرآن يوميا. الأول التلاوة، يعني أنا المصحف عندي مثلا يكون في عندي علامة إنه أنا كل يوم بقرأ جزء من كتاب الله، وهكذا. هذا هاي الأولى. الثانية ورد الحفظ إذا كنت حافظا، أو التثبيت إذا كنت إذا كنت أحفظ، أو التثبيت إذا كنت حافظا. يعني من لا يحفظ كتاب الله كل يوم بده يحفظ، اللي حافظ أصلا عليه واجب ماذا؟ المراجعة والتمكين والتثبيت. ثم ورد التدبر، ورد التدبر، فيحصل به أن يكون لديه مصحف مثلا وعليه تفسير مختصر على هامش المصحف الشريف أو معاني كلمات القرآن الكريم، فأقرأ كل يوم تفسير آية أو صفحة أو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى أحصل على الفائدة التامة من قراءة القرآن الكريم. إخواني وأحبابي، والحديث عن القرآن الكريم يعني حديث طويل وحديث يعني لا ينتهي لأنه كلام الله سبحانه وتعالى العظيم، لكن حاولت بإذن الله أن أذكر نفسي وذكر إخواني بما يعني يتيسر من كلام الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا إن شاء الله نشحذ الهمم أكثر وأكثر مع القرآن الكريم. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، جزا الله الشيخ خالد خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات. وصدق الله العظيم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنتم منهم بإذن الله عز وجل. وليس هناك شرف ولا فضل أعظم من أن يكون الإنسان مع الصادقين، مع المسلمين، مع المؤمنين، مع حفظة كتاب الله عز وجل، يحظى بشرف صحبتهم. هذه كرامة ونعمة لا يستطيع الإنسان أن يشكر الله عليها قد ما يحاول. يعني هو بيحاول لكنه يعني بدها شكر كبير. الآلام والمشاكل اللي احنا بنعانيها ممكن نعدها بأسطر، لكن نعم الله سبحانه وتعالى مولاها نعمة الإسلام ونعمة القرآن العظيم. هذا شرف ليس بعده شرف. وأيضا أيها الإخوة، يعني أنا شخصيا زرت بنغلاديش، واعتقد انها قريبه من بلادكم. وماليزيا
جميلة بلا شك، أكيد أنتم يعني بتحبوا ماليزيا، وهي جميلة كجمال قلوبكم، ولكن أيضا عجلون جميلة، وهي إحنا نسميها جميلة الجميلات عجلون. وإذا يعني نظر أحدكم يعني على السطح، يعني لو طلعت على سطح المنزل جمعيا، أنت من عجلون ترى فلسطين. تعرف فلسطين؟ فلسطين برضو أجمل من ماليزيا ومن عجلون، لأنه يعني هي يعني بؤرة الصراع، ها، وفيها الأقصى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أما فيه يوم أن أسلي وعرج به إلى السماوات بالأنبياء جميعا، فلا حجة لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم إحنا ورثته بإذن الله يعني قائد الكل، وبؤرة الصراع الأخيرة والأبدية حتى تنتهي يعني هذه المشكلة اللي هي إيش؟ أرض فلسطين. وأرض فلسطين لا يحررها إلا عبادا لنا، وعبادا لنا أيها الإخوة يعني بنحب نتلمس سير الصالحين في ذلك، ومن جملتهم على سبيل المثال القعقاع بن عمرو. القعقاع لما بعثوا أبو بكر الصديق إلى خالد، كان طالب مدد بده 1000، ها، أجا واحد، مين هو الواحد؟ القعقاع اللي ظهرت له 36. يعني شو قال أبو بكر الصديق؟ إن جيشا فيه القعقاع ابن عمرو لا يهزم أبدا. طب هو القعقاع هو واحد مثل مثل الناس، ها، مثل مثل البشر، لكن بماذا تميز هو وغيره؟ لماذا تميز أبو بكر عن باقي الناس مثلا عمر الخطاب؟ لماذا تميز؟ بشيء يعني وقر في قلبه، إنه هذا القرآن يعني تشربه قلبه وكان صورة وسريرة، يعني صار يتحرك بهذا الفهم بصورة عملية، فكان له الصدى والتأثير الكبير. وأنتم بإذن الله عز وجل أهل لكل مليحة، أنتم إن شاء الله من الأخيار، وأنتم في بداية الطريق، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني نستقيم جميعا على الطريق حتى يختم لنا على لا إله إلا الله، أن نكون من أهل الله، من أهل القرآن، من حفظة القرآن، من أولياء الرحمن الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة يونس. تعرف سيدنا يونس وقصته، نجاه الله من بطن الحوت. ليش؟ لأنه ولي، لأنه ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. والعلماء قالوا الأولياء هم الذين تذكركم بالله رؤيته، وإحنا لما شفناكم بسطنا، وبنقول إن شاء الله إنه يعني مشاهدة هذه الوجوه الجميلة الصادقة بإذن الله عز وجل تذكرنا بالله، وإن شاء الله اللي جمعنا من غير ميعاد في هذا المكان أن يجمعنا على منابر النور يوم القيامة، وأن نكون جميعا من جنود الفتح العظيم والتحرير الأكيد لبيت المقدس على أيدي عباد لنا أولي بأس شديد. هذا وعد الله، وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزى الله الإخوة ويعني باسم مدير الفرع ورئيس الفرع نرحب بكم مرة أخرى، ونشكركم على زيارتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم زيارة ميمونة إلى الله.